أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في التشهد الأخير هل يجوز أن يختصر على القول اللهم صل على محمد دون أن يذكر بقية الصلاة الإبراهيمية؟ لا، الرسول علمهم الصلاة الإبراهيمية، فلا بد مع التمكن منها أن تأتي بها كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث ابن مسعود. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.